ثمنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة قيام عدد من المحلات والأسواق التجارية بوضع شعار الإعفاء الضريبي أمام السلع المعفاة من القيمة المضافة، والذي يأتي متوافقا مع الدعوة التي وجهها الجهاز الوطني للضرائب الخليجية لكافة المحلات والمؤسسات التجارية المسجلة، وحثهم على أهمية وضع شعار الإعفاء الضريبي في مكان ظاهر للمستهلكين أمام السلع المعفاة بهدف تعريفهم بقائمة السلع الغذائية الأساسية المعفاة من القيمة المضافة، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التطبيق السليم. وأكدت الإدارة أن القطاع الخاص شريك أساسي في التوعية بالقيمة المضافة بتعامله المباشر مع المستهلك، الأمر الذي من شأنه المساهمة في التطبيق السليم للقيمة المضافة بضرورة التزام كافة الأسواق والمحلات التجارية بوضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر أمام المستهلكين.